هنكمل مع بعض الجزء التاني. كنا بنتكلم على الهيستوري، بدأت امتى كلينيكال الفارماسي؟ بدأت قلنا في الستينات، كان الأول معروفة باسم الوولد فارماسي لما كان الصيادلة موجودين في العنابر في المستشفيات، والكونسبت ده اتعرف في انجلترا، وبعدين became more recognized على الثمانينات. كان مفروض ان الأول بيحرص الصيدلي اللي في العنبر على ال safe and timely supply of medicines in response to medical and nursing demands. And then في 67 جراهام كولدر introduced a new role for pharmacists and hospital wards. هو ان هم كانوا مش بيكتفوا بس ان هم يصرفوا الدواء، ولكن كانوا بيعملوا reviewing the medication orders in the wards to ensure safe prescribing. وبعدين الموضوع بدأ يتطور والفورمولوري كونسبت ظهر. الفورمولوري ده هتاخدوا الأجزاء دي بوضوح أكتر مع دكتور شمس إن شاء الله في المحاضرات introductory عن الهوسبيتال فارماسي، هيشرح لكم يعني إيه دراج فورمولوري. بيبقى موجود في كل المستشفيات، عبارة عن بريفلي عبارة عن ليست أوف ميديكيشنز اللي هم الفيزيشنز بيقرروا، اللي هم بيقدروا الفيزيشنز يوصفوها بس ما يقدروش يوصفوا أي دواء خارج هذه الفورمولري، ومين اللي بيحدد الأدوية الموجودة في الفورمولري دي عن طريق الفارماسي أند ثيرابيوتكس كوميتي. طبعا أهمية الفورمولريز دي إن هي طبعا بتقول improve prescribing and reduce the costs. و الصيدلي ال World Pharmacist بقى دوره ان هو to monitor the compliance of physicians، ان هم بيوصفوا الادويه فعلا الموجوده، select medicines الموجوده في الفورمولري. زي ما انتم شايفين بدا يتطور دور الصيدلي من product dispensing service into patient oriented service اكتر، وبالتالي وظهرت تخصصات للصيادلة في المستشفيات على حسب الـ Department Specialties زي الـ Oncology اللي هو أمراض طبعا الكانسر، الـ ICU، الـ Neonates اللي هي الـ NICU والـ Neonates اللي هم الأطفال الحديثي الولادة، Nephrology أمراض الكلى، و Parental Nutrition هتاخدوا دور الـ Clinical Pharmacist أو دور الصيدلي فيها إيه مع دكتورة ليهم ان شاء الله. لما لو حبينا ندور على كلمه كلينيكال في اي امريكان ديكشنري او انجلش ديكشنري، هنلاقي ان كلمه كلينيكال بتكون دايما انفولفينج او بيزد على دايركت اوبزرفيشن اوف ذا بيشنت، يا اما دايركت اكزامينيشن اوف ليفينج بيشنت، يا اما دايركت انتراكشن وذ اند اوبزرفيشن اوف ذا بيشنت. يبقى كلمه كلينيكال كاسم مسمى لوحده يبقى، عشان كده دايما في الطب بيستخدموه على طول كلينيكال، على اساس ان هو في العنايه احتكاك مع او بيقولوا كلينيكال راوندز اللي هو لما بيمروا على ال انبيشنتس في المستشفيات في العنابر المختلفه. الديفينيشن المختصره للكلينيكال فارماسي، بكلمه للمسمى بتاع كلينيكال فارماسي اكوردنج للامريكان كوليدج اوف كلينيكال فارماسي، مهم قوي ده تاني ويب سايت بقول لكم عليه لازم تدخلوا عليه اللي هو الاي سي سي بي. الكلينيكال فارماسي از ذات اريا اوف فارماسي كونسرند وذ ذا ساينس اند براكتس اوف راشنال ميديكيشن يوز. يبقى الكلينيكال فارماسي ات از ذات اريا كونسرند وذ ذا ساينس اند براكتس اوف راشنال ميديكيشن يوز. ناخد بالنا من كلمه راشنال ميديكيشن يوز، انا متاكده ان انتوا أخذته أو هذا المسمى، ده دور الصيدلي في الفارماسيوتيكال كير كفلسفي إن هو يحرص على الراشنال ميديكيشن يوز. إيه الراشنال ميديكيشن يوز دي؟ يعني حسن استخدام الدواء بالجرعة المضبوطة، يبقى patients receive medications appropriate to their clinical needs، يعني يكون أصلا appropriate، يعني يكون أصلا موصوف للدواء صح في الحالة دي، in doses that meet their own individual requirements for an adequate period of time and at the lowest cost to them and their community. ده according to WHO في الثمانينات. أما إيه irrational use of drugs؟ لما بنقول أنا irrational use يعني بيحصل misuse the drug, overuse, overprescribing, overconsumption. ال rational medication use بمسمى بنلخص يبقى هما نتأكد إن هو موصوف صح، الدوز مظبوطة، المدة واللوست كوست. برضو الأوروبية سوسايتي اوف كلينيكال فارماسي عرفت الكلينيكال فارماسي كمسمى، هو برضو عبارة عن هيلث سبيشاليتي،
describes the activities and services of the clinical pharmacist to develop and promote the rational and appropriate use of medicinal products and devices. يبقى زودت هنا كلمة devices. devices زي ايه؟ زي الانهيلرز وال ومثلا المونيتورينج للمرض السكر او مريض الضغط او اي appliances او devices بيستخدمها وبيبيعها في الصيدلية, والصيدلي مسؤول على ان هو يشرح للمريض كل ما يخص هذه الديفايس. لو حبينا يحبوا بقى ان هم في ريفرنس ده مهم قوي هنزله لكم, هو بيحكي عن الديفينيشن بتاعت الكلينيكال فارماسي, ده زي بيبر نشر تبع ACCP اول ما طلعوا الديفينيشن للكلينيكال فارماسي, فطلعت زي ما قلت لكم زي ديفينيشن مختصره. طبعا صعب ان احنا نفهم منها حاجات كتير, علشان كده طلعت الان ابريدجت ديفينيشن هي ديتيل اللي هي بتعبر لنا بقى عن الكلينيكال فارماسي ده كديسيبلين بيقول ايه, وكلينيكال فارماسي كايدنتيتي يعني لازم ايه مؤهلات اي حد نسميه كلينيكال فارماسي, وايه بقى السيرفيسز او ايه الرول بتاع كلينيكال فارماسي في الهيلث كير سيستم. يبقى لو حبينا نتكلم على الكلينيكال فارماسي المفروض ان هو كيرز فور ذا بيشنتس وابلايز ايفيدنس بيست جايد لاين applies legal, ethical, social, cultural, economic, and professional principles. ما هياش adjectives كده وخلاص, ما هياش كلمات من كل كلمة من دول لها تقولها ولها معنيها. لما أقول legal, legal يبقى أنا مثلا أنه مفروض أصرف الدواء ده ولا مصرفوش بروشتة ولا غير روشتة. ethical اللي هو أخلاقيات المهنة, لما بيكون ما فيش legal زي عندنا في مصر ما فيش القوانين رادعة, ما فيش حاجة تمنع ان انا الصيدلي يصرف حاجة بدون روشتة, يبقى ايه اللي هيحكمني هي الethical considerations او ايه الاخلاقيات, اخلاقيات ان انا ايه اللي ممكن اصرفه او ايه اللي ممكن مصرفوش, ايه اللي انا الحاجات اللي يعني اعملها غلط واعملها صح, دي كلها ترجع لاخلاقيات الممارس للمهنة, مش بس من غير قوانين. عندنا في مصر طبعا مجال كبير جدا ان الاخلاقيات لو منحضره وما فيش قوانين في الدنيا تبوظ خالص, عشان كده لازم في محاضره ان شاء الله هديها لكم عن الاثيكال ايه هي, يعني ازاي اثيكال في ايه بالظبط. السوشيال مثلا ما ينفعش اروح اصرف دواء غالي جدا لحد مستواي الاجتماعي ما يقدرش افورد, ما اقدرش برضو الكالتشر ما اتكلمش مع مريض باسلوب متقدم قوي بالانجليزي وكلمات اسمها جارجن حاجات صعب قوي هو لسه مش فاهم حاجه, لازم اراعي اختلاف البيئة الإيكونوميك طبعا والبروفيشنال برينسيبلز. اوكي يبقى الكلينيكال فارماسيست will assume responsibility and accountability for managing therapy. هو ده انا هنا بيشرحه الكلينيكال فارماسيست كديسيبلين, مفروض يبقى الصيدلي بيحس بالresponsibility and accountability. قعدت الصبح اتناقش مع زمايلكم امبارح على الفرق بين كلمة responsibility و accountability. مهم قوي نفهم يعني ايه accountability. accountability يعني هي مسؤولية ولكن يحاسب عليها الصيدلي. مشكلة الصيدلة ان هو بيستخبوا وراء الاطباء, يعني لما يجي ساعة الجد انا ماليش دعوة ده الدكتور اللي كاتب العلاج ده, طب انت رحت فين انت كصيدلي؟ لا انت كصيدلي وانت بتصرف العلاج لازم تراجع ورا الدكتور, لازم تتاكد ان العلاج مظبوط, ان الدوز مظبوطه, وانها ابروبريت للمريض ده, وان هو وانها يعني بتدي ثيرابيوتيك اوتكم بعد قد ايه. يبقى انت لك مسؤوليه شق كبير من المسؤوليه التي تحاسب عليها, مش هيستخبى, يعني لازم هيتجاب الدكتور وهيتجاب الصيدلي انه له جزء من المسؤوليه. اوكي فلو يوم الصيدلي يحس بهذه المسؤوليه والاكاونتابيليتي ديفينتلي هيختلف الاداء وهيختلف حاجات كتير جدا. Practices independently and in consultation collaboration with other healthcare. يبقى هنا بيأكدوا الحرص الشديد على ان ممارسه الكلينيكال فارماسي لازم تتم in collaboration with other health professionals. الكلينيكال فارماسيست generates, disseminates and applies new knowledge that contributes to improve health and quality of life. ازاي ده؟ من خلال ان هو يبقى على طول مطلع على new guidelines, على new علاجات جديده, new drugs, الحاجات دي كلها. برضو يعني انا قلت لكم mention one example of preventing disease in inpatients and another example in patients being discharged from the hospital. ازاي الكلينيكال فارماسيست يقدر يمنع
المشكلة دي. How can the clinical pharmacist generate new knowledge؟ زمايلكم قالوا الصبح إن هو ممكن يدي محاضرات مثلا في المستشفى عن دواء جديد نزل، ممكن يدي محاضرات عن side effect common، إزاي أتعامل مع side effect ده، إيه الدوزز اللي مش عارف إيه، ممكن وإزاي ممكن يطلع على resources الجديدة. Where does the pharmacist find therapeutic guidelines؟ ده اللي احنا يعني هنعرفكم من خلال المحاضرات ازاي تو اكسس الحاجات دي وتجيبوها منين. برضو في الاستمرار بالمقارنه بين الكلينيكال فارماسيست والفارماسيست، ببساطه شديده الفرق بينهم زي بالظبط الفرق بين البرنامج بتاعكم وبرنامج الصيدله الكلينيكيه. within the system يعني هنا بنتكلم على ان الكلينيكال الفارماسيست بدون شك بياخدوا more therapeutics and عشان الصيدلي يفهم diseases أكتر، وبالتالي ما يؤهله إن هو يعني جزئية إن يتأكد إن العلاج مظبوط ولا لأ دي موجودة عنده. clinical pharmacists are expert in therapeutic use of medications. يعني برضو الصيدلي العادي مفروض إن هو مسؤول نفس المسؤولية، ولكن الكلينيكال فارماسيست برضو يعتبروا primary source of scientifically valid information and advice regarding the safe, appropriate and cost effective use of medications. يعني ايه cost effective؟ cost effective يعني ان مثلا يتكتب دواء بيكون مثلا برغم ان هو رخيص ولكن effective، يا اما العكس يا اما دواء غالي ولكن effective يستاهل ان هو زي بيقول غالي ثمنه فيه، يعني هو غالي بس هيجيب من الاخر، وبالتالي مش هطول فترة العلاج، مش العلاج بتاعي مش هيبقى more costly لان انا خلاص هدفع حاجة غالية مرة واحدة، او هاخد حاجة غالية ولكن هتبقى very effective، او هوفر حاجة غالية دي في المستشفى علشان المرضى ياخدوه في سبيل ان انا اوفر any complications ومشاكل بتحصل بتكلفني اكتر بكتير من ان هو يشتري ان هو يبقى فيه دواء غالي. برضو لو حبينا final remark before we leave، clinical pharmacists provide care to their patients. They don't just provide clinical services. Care، في care، احنا قلنا الكير ده هو الفلسفة بتاعتنا. And that this practice can occur in any practice setting. ومهمة جدا الجملة دي، معناها ايه الجملة دي؟ معناها ان الصيدلي مش لازم يبقى في مستشفى عشان يبقى اسمه clinical pharmacist، هو ممكن يمارس clinical pharmacy principles principles والخطوات وكل حاجة في أي setting في patients زي ما قلنا. The practice of clinical pharmacy is based on the philosophy of medical care. هل في ترى إيه الفرق البسيط بين كلمة medical care وclinical pharmacy عشان تبقوا فاهمينها؟ طبعا الاثنين بيبقوا ممكن يستخدموا interchangeably، وبوث concepts represent a shift from a product center to a patient centered philosophy in practice. ولكن الفرق الواضح قوي بينهم ان في الديفينيشن بتاع الفارماسيوتيكال كير مذكور فيه اسم مذكور فيه ان في علاقه مع المريض، يبقى ده بيكون الى حد ما سبيشالي للمريض او ما يخص. يعني طبعا انت لما بترعى حد معين، مش هتقدم رعايه كده للبشر كلهم، فيبقى البيرسونال ريليشن شيب از اولويز بريزنت ان اني ديفينيشن اوف فارماسيوتيكال كير. لكن الكلينيكال فارماسي زي ما هنستعرض مع بعض الديفرنت سيرفيسز المختلفه اللي بيقوم بيها، ممكن مش شرط يبقى في بيرسونال ريليشن شيب بين ذا بيشنتس اند ذا فارماسيست. ان امبورتنت كويستشن، ذا تيرم كلينيكال، بعد كل اللي احنا عمالين نقوله ده، هل term clinical does it necessarily imply an activity implemented in a hospital setting؟ أقدر أقول تقدروا تردوا على السؤال ده ولا لأ، ممكن أسيبكوا تردوا عليه، بس للأسف يعني منتوش قدامي، يعني مفيش interaction إن أنتوا تردوا عليه، فأنا عشان كده عايز أقول لكم إن هو طبعا ممارسة المبادئ clinical pharmacy كلها زي ما قلت لكم في السلايدز قبل كده، إن هو ممكن يبقى في أي مؤسسة فيها patient، يعني ممكن تعمل الكلام ده في community pharmacy. Clinical pharmacy includes all the services performed by pharmacists practicing in hospitals, community pharmacies, nursing homes، ما عندناش قوي الكلام ده في بلدنا، home based care services، clinics، بدأت تظهر بعض clinics هنا في بلدنا كويس قوي، and another setting where medications medicines are prescribed. يبقى برضو لو حبينا نلخص الفرق بين
كلينيكال فارماسي والفارماسي، يبقى الديسيبلين اوف فارماسي بيبقى فيه بياخدوا كورسات كتير قوي زي ما انتوا عارفين البرنامج، انتوا يعني بتاخدوا كورسات كتير لها علاقة بال